للمزيد من المتابعة معنا من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. جابر أهلا بك، إذن ماذا في متابعة هذه الزيارة وأبرز المحطات فيها؟ نعم السيد محمد بن زايد طبعا تم استقباله بشكل احتفائي كبير هنا في مدينة أديس أبابا من قبل الحكومة، وكذلك على الشوارع العامة هناك العلم الإماراتي كان يرفرف منذ الأمس. هذه الزيارة ذات أهمية كبيرة، خاصة وأن أبي أحمد كان قد علق على هذه الزيارة بأهميتها التنموية والاقتصادية لبلادي. إذا هذه الزيارة ذات مدلولات كبيرة، وأنه تم بالفعل توقيع اتفاقيات عديدة فيما يلي المشروعات غير النفطية والمعادن والزراعة وكذلك مجال الصادرات، إضافة إلى توقيعات أيضا مع هيئة الاستثمار هنا في أثيوبيا. الاستثمارات الإماراتية بطبيعة الحال كبيرة، وأنها يعني أكبر مستثمر خلال 10 سنوات في القارة الأفريقية وثاني مستثمر كذلك لدى أثيوبيا. استثماراتها وصلت إلى أرقام ربما كبيرة، 2.9 مليار دولار هذه الاستثمارات خلال العام الماضي، وأن 1.4 منها استثمارات غير نفطي غير المتعلقة بالمجالات النفطية. ولذلك تأتي هذه الزيارة ذات أهمية كبيرة للطرفين، خاصة وأن بينهما علاقات كبيرة تربطها منذ زمن طويل، منذ أكثر من 10 سنوات، لكن تطورت هذه العلاقة في مجالها الاقتصادي والتجاري والاستثماري منذ 5 سنوات ماضية، خاصة وأن أثيوبيا تشهد طفرة كبيرة في البنيات التحتية والطرق والجسور وكثير من القضايا المتعلقة بالتنمية، وتنشط في ذلك كذلك دولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة أثيوبيا في النمو والتطور في كثير من فيما يلي المعلومات والمعارف والكثير من القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والجوانب التجارية. تستمر هذه الزيارة ليوم واحد فقط، لكن ما يمكن أن تحققه الدولتان من هذه الزيارة ذات أهداف كبيرة، خاصة وأن الإمارات العربية المتحدة لها إمكانيات ضخمة وكبيرة تعرفها أثيوبيا وجربتها كذلك. هناك أيضا اتفاقات ربما تلجأ إلى المستقبل في مجالات متعلقة بالزراعة وغيرها من الأنشطة التي تنشط فيها القارة الأفريقية، خاصة وأن أثيوبيا لديها شباب قادر واعي وأنها ذات كثافة سكانية عالية، يعني ربما هي الثاني دولة من حيث الكثافة السكانية ولديها شباب قادرون على العمل. ولذلك فإن هذه العلاقة تخدم القضايا المتعلقة بالشباب، خاصة وأن أثيوبيا أيضا تنشط في المجالات المتعلقة بالمناخ والتغيرات المناخية، وهو مجال مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك فإن الاهتمام بين الدولتين ما يزال كبيرا حتى اللحظة. شكرا جزيلا لك جابر منصور مراسلنا من أديس أبابا.